ياللي بده يتحدى هي الحارة من عدة، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. ابو عبد القادر كيف الحال؟ والله ايش اخبارك؟ طيبين الله يرضى عليك. ابغاك تعطينا عن متى دخلت نادي عقاب؟ انت درست الابتدائي في السعوديه ولا في اليمنيه؟ في العزيزيه والمتوسطه في حي بن اكثم مع بعضنا. في حي بن اكثم اللي هي بعدين نقلت على المثنى بن حارث. والثانويه في الفيصل. في الفيصل. متى دخلت نادي عقاب؟ ايام رئاسه مين وعام كم؟ رئاسه الرئيس نايف العصيمي. 1403. انا اذكرك لاعب ما شاء الله تبارك الله، يعني من ايام الحاره، من ايام برحة المسيل، من ايام كنا نلعب حلاق نجمه، من ايام كنا نلعب برحة البوغري، ما كنا نلعب في الحاره في الرده في هذا. وفي حي بن اكثم كنت في منتخب حي بن اكثم. نعم، منتخب الفيصل كمان. والفيصل دخلت عقاب، مين كان المدرب؟ كان في مدرب مغربي ايه اسمه عزوز، مدرب عزوز الرواتي. ايه هو كان ماسك ايه ماسك نادي عقاب ايام ما نزل من درجة اولى الدرجة الاولى لدرجة ايام دوهم نازلين من الدوري المشترك لعب الدوري المشترك. ايه وبعدين جاء مدرب هو نفسه عزوز، بعدين جاء طه. تقول بعدين عام 1403 جاء الشيخ طه. اي ومسك في عم نايف. ايام عم نايف هو اللي جاب، هو اللي جابه جاب. اي ومين كان اللعيبه يا ما عندكم؟ طلعتوا درجه اولى وقتها؟ طلعنا درجه اولى السنه ذيك. طلعنا درجه اولى. في كباتنا كثير يعني قدام الاكبر مني في كان عامر عسيري، يعقوب، عبد الله الدحيم، عبد السلام، عبد الله الشيخ، عبد الرحمن شتاوي، علي زاهر العبدلي. اي مجموعه كثيره ما نبغى نذكر اسماء ونخليها اسماء. رحنا انا وانت على الموقع الجديد اللي بيسووه ابنه، ورحنا الموقع القديم اللي بالسلامه، وانا صورت قبلها مع البارح مع الاستاذ ربحي نصار، وصورت البارح المبنى وحنزله كله في ريبورتاج كامل. اخويا سامي من عام كم لكم قعدت في النادي؟ من 400 وكم؟ من 403 الى 1426 سنه، يعني 23 عام. يعني انت تخرجت وتوظفت وتجوزت وبرضك لازلت في النادي. في النادي لازلت تلعب في النادي في اول كنت يوم دخلت الشباب؟ اول ما دخلت على طول الفريق الاول كان في دوري الاتصالات. ايه والمدرب لعبني على طول الفريق الاول، شاف لعبه كذا قال لعبني. لعبت ايش يا ما؟ انا كنت العب جناح يمين، بس يوم جيت عنده لعبني محور، ومن يومها محور. قال لك ما تصلح لمحور؟ ما اصلح. هذا طه؟ طه. طه لا مو طه، اول شيء عزوز. ايه عزوز. ايه وطه هذا كان مدرب منتخب الشيخ. طه كان مدرب منتخب المملكه دوره الخليج الاولى. ايش كان يعني ايش كان يميزه عن المدربين الثانيين؟ يعني هل تشعر كان في تميز؟ مدرب معروف ايه ولاعب معروف اسمه. ايه واعطانا الشيء الكثير، اي
يعني يوم جاء هو اول ما مرنا الحديد مرنا يعني يوم في الاسبوع حديد فتره صباحيه فتره مسائيه التمرين يعني استفدنا منه حاجات كثيره. بعد ما صعدنا درجه اولى ضموني منتخب شباب عام 1406 دخلت منتخب الشباب المملكه كان في دوره فلسطين في الجزائر فرحت المنتخب اسبوع بس ما كتب الله ما كتب الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واليوم الجمعه 26/6/1438 احنا الان في حي السلامه في حاره السلامه وضاحيه السلامه في الطائف في الموقع القديم لنادي عقاب. هذا هو الموقع القديم. هنا فرن الكشميري، هنا ابو محمود كان بقاعة السلامه، هنا محلات الفته مطبخ الفته، هنا المجمع اللي كان اول تابع لبيت الكاتب، كان بستان اللي تابع لبيت الكاتب هذا. وهذه الارض اللي كانت لورثه الامير منصور بن عبد العزيز طلال بن منصور هذا. وهذا نادي العقاب تاسس من نادي من عام 1389 هجريه تقريبا، يعني نهايه الثمانينات الهجريه، اللي اسسوا بتوجيه من ولاة الامر، توجيه انه يكون او المسؤولين عن رعايه الشباب او يوم كانت تابعه للشؤون الاجتماعيه ايامها سمو الامير خالد الفيصل، وتوجيه لمدير الشؤون الاجتماعيه بالطائف الاستاذ عبد الرحمن محمد حمدان. وتم ضم ثلاثه فرق موجوده، التضامن والثقيف وفريق اخر، وسووا نادي عقاب وتاسس النادي، وعاد توالى عليه الرئاسات واللاعبين والمدربين وهذا. معي اليوم ابن حارتي وزميل الصبا من ايام الابتدائيه لحد تقريبا ثانيه بيت عابد من ال عابد الكرام الاستاذ سامي عبد القادر عابد. سامي لاعبين كثير كانوا في نادي عقاب، طبعا انه زميلي وكل شيء، لكن كان يعني سامي انا حتى يوم جاهم المدرب هذا حق مصر المشهور طلع منه ابرزه الشيخ طه. الشيخ طه مدرب منتخب مصر، جابوا الرئيس نايف عصيمي ايام كان ماسك رئاسة النادي في 403 تقريبا، مسك منتخب مملكة نعم دورة الخليج الاولى نعم. ف برضو انا اقول ما طلع كل اللي موجود في سامي. انا اعرف سامي من ايام برحة البوغري، من برحة المسيد، من ايام الحارة نلعب هناك. واقول كمان مو عشان ولد عمي، كان في هشام حمادي اسلم بصفر بس ما دخل اندية، كان لاعب 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 ما تعنيه الكلمة، لاعب اللاعب في لاعب كذا يتدرب ويؤدي ما يؤدي المدربين ويؤدي الخطه ويجيب نتيجه، بس في لاعب محترف مواهب تحسه الادمي مخزون مواهب، بس مين المدرب اللي طلعه؟ احدهم سامي عابد. طبعا في عامر عسيري، في كذا، في غيره، في يعقوب عسيري، في نتكلم هذه يوم نروح المزرعه نكمل. بس انا ابغاك دحين استاذ سامي تحدثني عن الموقع هذا اللي كان 10000 متر وانتقلوا قبل يمكن 5-6 سنين 7-8 سنين المهم في هذه الحدود، يعني اقل من 10 سنوات انتقلوا الموقع هذا الهدم وانباع وانتقلوا الفيلا اللي احنا شفناها صورتها اللي في السداد. هذا الموقع كان عباره عن ايش عشان يعرفوا الناس؟ كانت هنا البوابه. انت من عام كم لكم هنا؟ من عام 1403 لحد؟ الى 26 لحد 1426 حتى وانت موظف. ايوه ايوه ايش كان هنا الموقع؟ اعطي الناس فكره عن الموقع هذا. الموقع هنا البوابة. Thank you.
الرياضيه، وهذا موقع منشآت نادي عقاب الرياضي الثقافي الاجتماعي، المقر الجاري العمل فيه من عدة سنوات، وما شاء الله الان ان شاء الله قالوا سنوي ذلك ان شاء الله. طبعا اظن الملعب الكوره يلا ابو هي حدود مباني هنا انشاءات احسن من لا شيء.